لا 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 يا شيخ سلام، حد غندي فهم ابوك؟ ما يصحش. اصلي فرحان يا شيخ العرب، دخلوه يقعد لوحده هيك لعيب، ما يصحش. عيب على مين يا شيخ بكري؟ الله، هيك لعيب وسط الرجاله. رجاله الصحن ما امروش كبار. شيخ سلام يغني يرقص هو حر، وانت تقعد مطرحك مستني منه الرضا والامر. الشيخ سلام والد الشيخ يوسف الهواري. خلاص يا ابوي، الكلام باين، فهمت. ولو مش كنت قاعدة صدر المجلس تأخر ورجع ورا، القاعدة هنا الكبار، ارجع. كم شخص مدحته في النوم ورأيته، كمل يا حبيبي كمل. لا هنام شوي عشان اتحدث مع ابوه. نعم نعم. اخوش اتحدث مع ابوك جوا. خش خش جوا. عايزك تبلغ تعازينا للشيخ العرب وتشوف حاله كويس. بص جوا عينيه، بص كويس قوي وشوفهم باصين لفين يا محمد. تمام. وجسر لي نبض صالح بيك كمان، اعرف اذا كان معانا ولا مش معانا في المكان. وايه اللي جاي سيدنا بيك؟ استاذي ابراهيم بيك على وش قبر، وبعديها هتحصل مجازر، محدش فينا عارف مين راسه هتفضل في الكتافه ولا ده. بلغ تعازينا الهمام وشوف ولاد عمه، اقعد معاه والقريب منه يعرف ايه سكته بالظبط، وارجع بسرعة يا محمد، محدش عارف الايام اللي جاية هيحصل فيها ايه. عظم الله اجرك يا شيخ العرب. شكر الله سعيكم يا بيه. تفضل. اسمه ايه من سيد ابراهيم بيه الكريم؟ محمد ابو الدهب يا شيخ. نورت الصعيد يا محمد بيه. صدكم وصل المحروسة، وتأكد عزكم لما شفنا العزرة والقوة بعينينا يا شيخ. لو الناس الكثيرة دي، احنا طبعنا كده يا بيه، نتلموا في الأفراح والأحزان وقتها بس، بعد كده نتفرجوا على طول. احنا أهل سلام يا بيه، نقعد في الظل في الصيف وتحت الشمس في الشتاء. ده تواضع كبير يا شيخ العرب، ده انت ملك الصعيد. استغفر الله يا بيه، الملك لله وحده واحنا عبيده. يعني مش تحكم كل الصعيد وهواره يا شيخ؟ حكم ايه يا بيه؟ انتم اهل الحكم. انا زي ما تقول كده اللي مصدرينه للمشاكل. يعني حد عايز كده يتغلي، حد عايز يغد مرته، حد عايز يفش غله فيه، حاجات زي كده يعني. عموما لو هتحتاج لمماليك يأمنوا طريق معزين أو حتى يكونوا في مساعدتك، إحنا تحت أمرك بدل الهربانين الخايبين. واللي هيهرب ده يجيني عشان أحميه ولا هو اللي يحميني؟ أنا صحيح مش أهل سيوف ولا لينا في الطعم، لكن إحنا أهل أمانة يا بيه، واللي هيتحامى بيني هيدوب الأمان. الأمان ليكم في إنهم يرجعوا يا شيخ، إحنا لينا صرفة مع بعض. مرحبا. خليكم في خيركم، وسيبوا المماليك يأدبوا بعض الأحسن. السيوف خوانا، ولا نقبل لأصدقائنا الدخول في تخبيطها يا شيخ. وأنا ما ردش مستجير يا أبو الدهب، سعيكم مشكور. تعازي إبراهيم بيك وعلي بيك أكابر مماليك شيخ عرب. ونصايحهم تعازي بس هي اللي مقبولة. لو عاوز تاخد لفة كده تطل على صوامع الجمح وشوفن الغلة وجسم الصعيد وتشوف خيره، هترى ما يسر العين. لقاؤكم يسر العين يا شيخ العرب. بلغ سلام لكبارك يا ابو الدهب، وقول لهم شيخ العرب أمام أمير الصعيد سلالة الهمامية كبير هوارة
ركن الغلبان وملجأ الفقير، يجدد لكم التعازي وحسن الذوق اللي خلاهم يبعثوا مملوك عظيم زيك. شرفت. لو ليك في الدخان يا شيخ اسماعيل، احنا ممكن ناخد بعض الانفاس في ضيافتك. وماله يا بيه، تشرفوا مضايفنا، اتفضل. شرفت يا بيه. شيخ اسماعيل في شرف صحبتكم الى النهايه. في امان الله. انتوا عايشين في خير عظيم شيخ اسماعيل. والله يا بيه، الخير العظيم بالرجال مش بالمكان. بمعنى ايه يا شيخ؟ يعني لولا وجود رجاله زي عم الشيخ يوسف الله يرحمه، ولده الشيخ همام، وحبهم لناسهم، ما كنت شفت الخير اللي انت شفته. فهمتك يا شيخ اسماعيل، فهمتك. انتوا عزوه. كل ما افكر في حكايه انكم عيله واحده واولاد عم مع بعض تاخذني الدهشه الحقيقه. احساس ما جربتوش من قبل كده يا شيخ اسماعيل. برضه يا بيه، ما يجمعش اولاد العم ويعمل العزوه الا وجود كبير. وانت يا شيخ اسماعيل؟ انا ايه؟ كبير ولا تابع للكبير؟ بص يا بيه، احنا عندنا هنا مفيش تابع، كله في ظل الكبير. كبير كلام كبير شيخ اسماعيل وفيه ادب عالي. احنا عندنا ولاء كبير للي ربونا، ويظل المملوك حتى لو بقى سنجق مدين بالولاء لاستاذه الاول. اخلاق اقدر افهمها يا شيخ، لكن لو مصلحه عواره اختلفت ما بين شيخ اسماعيل وشيخ همام، ايه يكون التصرف؟ كلامه برضه هو اللي يمشي. تمام شيخ اسماعيل، تمام. اظن انكم في نفس العمر تقريبا يعني. هو اكبر مني بعشرين يوم. وعشرين يوم يعملوا كل ده يا شيخ؟ ولو هو اصغر مني هو برضه الكبير. انا حاسس ان تواضعك وحبك لابن عمك مبني على عشم كبير في مسك المكان بعده. مفيش حد بعده يا بيه. جايز شيخ اسماعيل، جايز. شكرا على الانفاس الجميله والكلام الاجمل، واعلم ان بيني وبينك كلام كبير لسه ما خلصش. شرفت الموضوع يا فهمي. الشرف لينا يا شيخ اسماعيل، ولو تعوز اي شيء من محروسه احنا تحت امرك. احنا شايفينك كبير يا شيخ العرب. شيخ العرب همام بس. متشكرين على شعورك يا بيه، شرفت المضيفة. تفضل. جاي تهددني يا ابو الدهب؟ مش هدوك الزاد يا همام؟ انا هاكل اهو، انا مبطل واكل. يعني ما سالتش على درويش ولا طليت عليه؟ درويش فين هو؟ نايم جوا، جيبهولك. لا خليه، حرام تصحيه، سيبيه سرحان في ملكوت ربنا. وايه ردها دي؟ قلت رد الجواب بدعه، وردها لازم يبقى للكل.